سبحان الله، الرجال مهما اختلفت بتبص تلاقيهم كده في حاجات بتشدهم، بتسحبهم كده وبتنيمهم، وغصب عنهم تلاقيهم يعني جايين لحد عندك. العملية ما بتتحسبش، خلي بالك، بالجمال، والدليل ان انت ممكن تلاقي واحدة جميلة قوي جسدا ووجها، ومع ذلك واحدة تانية اقل منها وجمالها عادي جدا، ومجننة كل الرجال ومجننة كل الناس ومجننة كل البشر عامة. ايه السبب؟ السبب احنا هنعرفه في حلقة النهاردة. يلا بينا. رحب بأجمل وأطعم وأظرف وأحلى ناس وأحلى عيلة في الدنيا، وبقول لهم كده سريعا نورتوني منوريني دايما. بس الجديد، بس طلب سريع كده، عرفنا بنفسه عشان انا عايز ارحب بيه، واصدقائي برضه هيرحبوا بيه كالعاده يعني. واللي ما اشتركش في القناه محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك، اشترك واضغط على الجرس، يختار الكل عشان دايما يشوف معانا الحلقات. الرجل طفل، خلي بالك، الرجل طفل مهما كنت شايفاه تقيل مغرور قوي قلبه حجر، والله طفل. اعمل اللي انا هقول لك عليه. اول حاجه اهتمي، ما تندلقيش. المشكله هل انت عارفه الفرق بينهم؟ هي الفكرة في كده بقى. ممكن اللي لسه في أول مرة بترتبط، أو اللي حادثة السن أو الصغيرة مش فاهمة، لما تحب تندلق، تجيب اللي عندها، تتكب عليه، تخنقه، مش كده ده اللي بيحصل؟ تيجي المشاكل، تبعتلي على الخاص على الانستجرام أو الفيسبوك بحبه، وبعد ما علقني بيه سابني أو بيتجاهلني، أعمل إيه؟ ما تعمليش حاجة، اسمعي بس الحلقات دي وانت هتعرفي تعملي إيه. اهتمي يعني طول ما هو حلو معاكي ولذيذ وظريف وبحبك وبيخرجك والدنيا بيس وما بيخونكيش، قوليله اللي انت عايزه تقوله له: بحبك، وحشتني، بعشقك، بموت فيك. بدأ يتعوج، ما تتعوج شوية انت كمان، ايه المشكلة يعني؟ هنا تعملي التوازن. يعني بدأ ان هو يغيب يومين، ما تندليش وفين ورحت فين وطمنا عليك، ما دام انت عارفة ان مفيش سبب، او ان هو زي ما احنا بنقول بيستعبط. لا، وكمان بعدها بيومين هغيب لنا كمان يومين ليه؟ ما اصل مفيش حد احسن من حد. هنا انت عملتي المعادلة. انا مهتمة بيك وبقول لك كلام حلو والدنيا تمام، بس انت بدأت تتعوج معايا، برضو بقول لك مفيش حد احسن من حد. انما يكون هو بيسوق فيها وبيتعوج عليك وانت مدلوقة عليه، ما انصحكيش. الحاجة اللي بعد كده او تاني نصيحة: الدلعي، ما تنكديش. يعني هو لو عمل حاجة مزعلاكي، عايزة تعاتبيه، عايزة تقولي له غلط اللي انت عملته، ما تضربيش بوز وتقلبيها نكد، لان مفيش رجل في الدنيا كبير صغير ايا كان ثقافته بيحب الانثى النكدية او اللي ضربه بوز. لا، الدلاعي، واكيد انت انثى عارفة يعني ايه تدلعي. الدلاعي وفي نص الدلع بتاعك قولي له اللي انت عايزة تقوله له، هيبقى اجمل واشيك، وبقيتي انثى فاهمه، وزي ما احنا بنقول بتعرفي تختاري الطريقه والاسلوب اللي انت توصلي بيهم وجهه نظرك، او اللي انت تعرضي بيها حتى العتاب. ونسيت اقول لكم برضو، لو انتوا شايفين الحلقه دي مهمه وعجبتكم وافادتكم، انا بس عايزكم تدوسوا لايك، لانها يعني بالضروري اكيد هتعجب البقية. شايفينها ملهاش اي 60 لازمة، ادوني ديسلايك رجاء، انا مش عايزها تنتشر لحد ما دام هي ما فيهاش افادة. بس قولولي فين المشكلة عشان بعد كده يعني نتجنبها واشتغل عليها رجاء، لان في اسئلة كتير قوي بتجيني على الخاص وما بقدرش غصب عني ارد. انا بعمل الحلقات دي عشانكم وعشان اقدر ان انا اجاوب عليكم. اكسر الروتين، نصيحة: مهما كنت جميلة، مهما كان بيموت فيكي، علم النفس قال لنا التكرار أو التعود أو النمط الواحد بيولد الروتين، يعني الملل. يعني انت عايزة توصلي للمرحلة دي، نصيحة: كل شهر شهرين ثلاثة، ماكسيمم 6 شهور، يعني اخرك يبقى 6 شهور وغيري التغيير. احنا مش بنقولك يعني روحي اعملي عملية تجميل، غيري القصة، غيري اي حاجة تقدري ان انت تغيريها، تحسسي الطرف اللي معاكي ان في نوع من انواع الروح في العلاقة كده، التجدد، التطور. النفس البشرية غصب عنها، رجل وامرأة كمان، خلي بالك، بتمل من الحاجة. يعني انا عارف انت هتلبسي ايه وهتقولي ايه وايه ورا ايه وهتخرجي وهتعملي ايه، غيري يعني، فاجئيني كل فترة كده، أنا بحب المفاجآت. المفاجآت هتشدني ليكي أكتر، هتعلقني بيكي أكتر، هتخليني مجنون بيكي أكتر والله، وزي الخاتم في صباعك، أو زي الخاتم في صباعك. العملية سهلة بس هي فروقات بسيطة، ممكن من المشكلة إن هي ممكن تبقى من وجهة نظرك ملهاش لازمة، فتتجاهليها أو تكبري
دماغك، بس هي عند الرجل. وانا واحد من الرجال بتبقى حاجات مهمة قوي قوي فوق ما تتخيلك. اللي بعد كده تعرفي تمشي بسياسة حلوة قوي اسمها الشوائي ولا الدوائي، جميلة قوي. دايما خلي في حاجات هو عايزها ما يعرفش يطولها، نصيحة ليك. خلي في حاجات عايز يعرفها كمان ما يعرفش يوصل لها، ما دي نوع من انواع الغموض، خلي بالك عشان تبقى عارف. شوقي حسسي ان الحاجة اهي، تعالى هديها لك، هي هتاخدها، واول ما يقرب وخلاص يقتنع ان هو خلاص نالها خليه يتفاجئ ويتصدم. حلوة اوي الصدمة في المواقف اللي زي دي، ان لسه فاضل شوية، لسه بينك وبينها مسافة، هنتعب شوية. مش المرحلة دي تعرفي تمشي بسياسة شوق ولا تدوق، هي دي الانثى اللي بتجنن الرجل. مش عيب، مش عيب ان انت تعرفي لو ما انتش عارفة، الغلط والعيب انك ما تكونيش عارفة وتكبري. اه، ما اللي عايز حاجة لازم يجري وراها ولازم يسعى لها ولازم نطور من نفسنا. امال هم عملوا تنمية بشرية وفلسفة وعلم نفس ليه؟ الناس كل يوم بتتطور ليه؟ عشان كده لازم، ان انت عايز حاجة خلاص اعرف ازاي تحصل عليها، اعرف ازاي تشدها ليك، اعرف ازاي تمتلكها. انا قلت المقياس مش مقياس جمال الوجه او حتى الجسد، وان كان هو ليه عامل بس مش ده العامل الاساسي. ليلى حبيبة قيس بن الملوح لما دخلت على احد الملوك بص لها من فوق لتحت كده، قال لها: هو انت بقى ليلى؟ امال انا شايف فيكي جمال ولا شايف فيكي قبول ولا شايف حاجة؟ انت عادية واقل من العادية. امال قيس مجنون بيكي ليه؟ قالت له: خد عيونه شوفني بيها، خد عيونه وشوفني بيها هتعرف هو ليه مجنون بيه. بحبكم جدا، اللي نسي يدعم الحلقة بلايك زي ما بقول لكم، لو شايفينها مفيدة ادوني لايك، مش مفيدة بلاش خالص ادوني ديسلايك، بس اكتبوا لي السبب. بحبكم جدا، وعندنا كمان يعني إيه لايف كل ليلة الساعة 9 يا جماعة على الانستجرام، وبعده بساعة الساعة 10 على الفيسبوك، بنجاوب كل اسئلتكم ونضحك ونلعب ونهزر مع بعض. ايه المشكلة؟ ما احنا عيلة واحدة. وانا بقول اللي بيشوفني على الفيسبوك يا ريت يشارك الصفحة او الفيديو ده مع 2 بس من اصدقائه. انا عايز عيلتنا تكبر ويبقى من عيلتكم انتوا، يعني تعرفوا مواقعنا او قنواتنا دي لعيلتكم عشان نبقى عيلة واحدة مع بعض. انا فخور جدا بيكم وبشكركم جدا، وبشكر كمان المتابعين القدام قوي اللي احنا اللي معايا من اول ما ابتدينا لحظة بلحظة حلقة بحلقة، بشكرهم جدا. وبشكر المتابعين اللي هم مش قدام بس بتواجدهم وتفاعلهم حسسوني ان هم قدام. ان شاء الله انا هعمل فيديو مخصوص عن الموضوع ده. انا فخور بالقناة دي، يعني القناة دي فيها حاجة مميزة قوي، احنا داخلين على 250,000 دلوقتي على اليوتيوب. انا عمري ما شفت تعليق خارج، يعني اللهم الا يمكن ده كان ممكن في البدايه في بعض الملاحظ كده. انا بجيب اي فيديو قديم حديث ابص على التعليقات، والتعليقات بتبقى عددها كبير قوي، ما بشوفش واحد بيتجاوز او واحده بتتجاوز، في الفه وحب وتالف. انا سعيد جدا فعلا، بحس ان احنا عيله واحده، ما فيش اي تجاوز، ودي حاجه بتسعدني فوق ما تتخيل. يا جماعه احنا عاملين قناه جديده للكوره، اللي بيحب الكوره الرابط بتاعها في وصف الفيديو اول تعليق، يا ريت تنضموا لنا. واللي ما بيحبش الكوره بس يعرف حد بيحب الكوره يا ريت يبعت له رابط القناه دي، هتبقى فيها حاجات ممتعه. انا بحب الكوره وحبيت ان انا يعني اقرب منكم اكتر. بحبكم جدا وهتوحشوني.